بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحب أعرف عن نفسي، أنا عنصر جعفر محمد علي. الزائر يجي من مناطق كلش بعيدة، مثلا البصرة. البصرة 500 كيلو، كل هذا الطريق اللي يمشي، شو راح يشوف بيه؟ أكيد راح يشوف يشوف مواكب خدمية تعطي شنو؟ أشياء لوجستية مثل الأكل. زين، إحنا كجمعية كشافة الكفيل وكعتبة عباسية سوينا كسرنا هذا النمط، وسوينا موقف ثقافي اللي هسه إحنا بيه بالسنة السادسة على التوالي. احنا بدورنا كخدام لابي الفضل العباس وابي عبد الله الحسين واهل البيت ارتئينا ان ننصب موكب ثقافي لدعم الثوره الثقافيه على طول الطريق الرابط من النجف الى كربلاء، وان شاء الله رؤيتنا بالاعوام القادمه او المستقبليه انه يكون هناك مواكب ثقافيه في كل جزء من طريق المشايه. حللتم أهلا ونزلتم سهلا، إذ نالنا شرف حضوركم افتتاح الموكب الثقافي العالمي بنسخته السادسة الذي تقيمه جمعية كشافة الكفيل التابعة لشعبة الطفولة والناشئة في قسم الإعلام. نحن في جمعية كشافة الكفيل وللسنة السادسة على التوالي نقيم الموكب الثقافي العالمي. هذا الموكب الثقافي ضمن برنامج التطوير الحسيني الشامل الذي يستهدف الشباب والفتية من الزائرين، نستقطبهم ونجذبهم إلى داخل هذا الموكب الذي يحتوي على محطات عديدة. هذا الموكب يقدم بعطائه المختلف، حيث أنه لديه عدة محطات متنوعة، محطة للأسرة، محطة للفتية، ومحطة للشباب، ومحطة للغات، وكذلك محطة عامة للزائرين من يكون عمره يعني تقريباً 30 فما فوق. نعطيهم محاضرة بحمد الله بثلاثة أوقات، الوقت الصباحي، كذلك الوقت المسائي والليلي. في داخل كل محطة مجموعة من الورش والدروس والمحاضرات النوعية المختارة بعناية، تم اختيارها على أساس التهديدات والتحديات والهجوم الإلكتروني والناعم والإعلامي على عقول شبابنا وعلى قيمهم وعلى ثوابتهم. ولأن الحفاظ على الهوية الثقافية التي من أهم ركائزها الدين الإسلامي الحنيف، وهذه وصية المرجعية الدينية العليا، كانت هناك محاضرات وورش خصيصاً للحفاظ على هذه الهوية والتحصين الثقافي والفكري والتصدي للهجوم الإعلامي والناعم. هذه الورش وهذه المحاضرات تعالج التحديات، تواجه التهديدات، تصنع عند الشاب وعي، تصنع عند الشاب بصيرة، تحول شارع الأربعين من شارع مجرد أن يقدم خدمة للزائر إلى شارع أن يقدم خدمة ثقافية، يقدم وعياً، يقدم بصيرةً، يصنع أمة أربعينية متكاملة. هذه الأمة عندما تتكامل تمهد لأمة الظهور المقدس. التغيير مثلا هذا موضوع كلش كبير ويمكن ما يفهمون، واكو ناس كلش كبار أيضا ما يفهمون، لكن احنا حاولنا نبسطه كلش وبالالقاء ايضا نبسطه، وصلنا لهم فد فكره جيده جدا وجميله وقاعد يستفادون بها من حياتنا اليوميه.
عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الطريق، طريق المشاي، طريق الأربعين، تروح كل المسميات، الدكتور والمهندس والقاضي، كلهم يروحن، يبقى بس مسميين، الزائر والخادم. ليش نستثمر هاي الفرصة اللي هي زيارة الأربعين ونبدأ نغير من نفسنا؟ لأن كل إنسان وكل شخص بحاجة للتغيير ويرغب يغير من وضعه نحو الأفضل. زين، من نريد نغير وضعنا نحو الأفضل؟ نغير بس شكلنا لو نغير أفكارنا، معتقداتنا، مفاهيمنا. شيء أكيد راح نغير أفكارنا، معتقداتنا، ومفاهيمنا. هاي هي الطريقة اللي رب العالمين قال لنا سووها من تريدون تغيرون. والدليل الآية القرآنية، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني إحنا إذا نريد نغير من وضعنا، نريد نغير من مجتمعنا، لازم نبدي من أنفسنا. إحنا من راح نغير من أنفسنا؟ راح نقدر وعندنا نصير قابلين إنه نأثر على الباقين، راح نأثر على عائلتنا، عائلتنا على أقاربنا، وهكذا دائرة التأثير تكبر وتكبر، حد ورا فترة نلقى المجتمع كله متغير. الأهمية اللي انطلقت من عند هاي المحطات الثقافية هي الفرصة اللي توفرها لنا الزيارة الأربعينية، باعتبار أنه الزائر هو اللي راح يجي، أعداد هائلة من الزوار هي تتجه للإمام الحسين عليه السلام، فإحنا نستثمر هاي الفرصة بتوافد الزوار وأيضاً الحالة النفسية اللي يكون عليها الزائر، باعتبار هو خلال هاي المدة ابتعد عن ارتكاب المحرمات وهو متأثر بالإمام الحسين عليه السلام، فهو يكون بحالة نفسية وقاعدة مهيئة أنه نقدر نأثر به. فهي هنا أعطتنا أهمية أنه نختار الوقت المناسب في تقديم هذه المحطات. الحمد لله الذي هدانا لخدمة الحسين واصطفانا لخدمة الحسين واصطفانا نطق النحر ونادى صوته زاد شجوني بدأ الكون صداه طرح الدمع جفوني شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني كرامة لنحره ارتضانا الحمد لله الذي هدانا لخدمة الحسين واصطفانا لخدمة الحسين واصطفانا الحمد لله والشكر لهذه السنة المحطة الثقافية العالمية. أكو محطة خاصة بالمسرح ضمن المحطات اللي موجودة مثل محطة الشباب، محطة الفتية، محطة الأسرية ومحطة اللغات. ضمن هذه المحطات كان محطة خاصة بالمسرح. هذه المحطة كانت تقدم العديد من الفقرات، منها فقرة لمحاضرة محاضرة فقهية لسماحة الشيخ، وأيضا نقدم به قصص عاشورائية ومسرحية، وأيضا نقدم إنشودة خاصة بجمعية كشافة الكفيل. الحمد لله ننطيهم عبارة عن ورشة قصيرة حكمة من حكم الأئمة عليهم السلام، مع تطعيمها بروايات عن الأئمة الطاهرين، روايات حول الزيارة وحول الزائر وما يستفيده كل إنسان في هذا الموكب الثقافي. وكذلك نؤكد على الشباب وأهمية رفع الكسل
إذ أنه الإمام الباقر عليه السلام يقول: الكسل يضر في الدين والدنيا. نبين لهم أنه هذا الموكب يقدم ما يقدم، والزائر يقدم أيضا المسير، فإن للمسير ثواب وأجر إن شاء الله، وكذلك للخادم أجر وثواب، وكلهم قد نزعوا الكسل عنهم بحمد الله تبارك وتعالى، ويحصلون الثواب في الدنيا والآخرة. زوار للإمام الحسين عليه السلام قاعد نمشي إليه، لازم نعرف أن بكل خطوة نمشيها للإمام الحسين عليه السلام الله سبحانه وتعالى يكتب لنا حسنة بهاي الخطوة. زين، من إحنا نروح ونزور قبر الشريف، قبر الإمام الحسين عليه السلام، من نزوره نقرأ بالزيارة: أشهد أنك ترى مقامي وتسمع كلامي. يعني الإمام الحسين عليه السلام يسمع كلامنا ويشوفنا، فكيف إذا بالإمام المعصوم، بالإمام الموجود، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. الإمام المهدي موجود ويانا بكل خطوة نمشيها، لازم إحنا يشوفنا الإمام بأحسن حالة، بأفضل شكل، لازم إحنا نكون ممهدين لدولته. هو هسه من خلال هاي الزيارة راح يشوفنا، وراح تصير فرصة لنا أنه نقدر ناخذ نظرة الإمام المهدي منتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. لازم إحنا نعرف ونحس أنه هو ويانا، وهو يشوف تصرفاتنا، يشوف تحركاتنا. لازم إحنا نكون ممهدين لدولة العدل الإلهي، دولة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. المحاضرة الثانية اللي تعتبر مكملة للمحاضرة الأولى، بعد ما شرحنا لهم التغيير الحقيقي واللي هو التغيير الصحيح، نقول لهم شنو لازم تغير. لازم يغير من قيمه، يغير من همومه وأهدافه، يخلي قيمه حقيقية وإلهية، يخلي همومه وأهدافه نفس أهداف الإمام الحسين عليه السلام. لازم يكون هدفه إصلاح الأمة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، رضا الله سبحانه وتعالى، وإلى آخره من الهموم والأهداف الكبيرة. وأيضاً لازم يخلي فكرة ووجدانة وسلوكة إلهي حتى يكون لائق بالخلافة الإلهية، ويكون مصداق للآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم: إني جاعل في الأرض خليفة. فإن شاء الله نقدر من خلال هاي الورشتين والمحاضرتين نفيد الزوار، وتحديداً من فئة الشباب، لعله يقدرون أنه يغيرون من خلال هاي المحاضرتين. هسه ضفنا محطة جديدة اللي هي محطة اللغات، اللي هي محطة اللغات. ضفنا هاي المحطة من أجل الزوار الإيرانيين، نقدم بيهم شيء نسميه باللغة الفارسية الغذاء الروحي أو غذاء روحي. هذا الغذاء الروحي يعني نقول لهم إنه إحنا هنا نطلع المعرفة من أجل زوار الإمام الحسين. دائما نأكد على قضية الجانب الثقافي إنه يكون يكثر. الآن بدأت أكو محاولات، بعض المواكب الثقافية الآن موجودة في هذه الزيارة، لكن ليست بالمستوى للأسف. إن شاء الله نأمل إنه تكثر في الأعوام القادمة إن شاء الله تعالى. جاء تكاملا مع المواكب الأخرى، جاء تكاملا مع الخيم الثقافية الأخرى، جاء بلمسة نوعية وتطورية. إن شاء الله نأمل ونطمح ونسعى جاهدين أن نتحول الموكب هذا إلى مجموعة من المواكب، ورؤيتنا في 15 عام المقبل إن شاء الله سيكون هناك شارع ثقافي يتحول هذا الموكب من موكب ثقافي عالمي إلى شارع ثقافي حسيني للفكر والثقافة الحسينية والوعي الحسيني. هذا الشارع يمثل نهج الأربعين الثقافي إن شاء الله، بمشاركة مؤسسات ومنظمات فكرية وثقافية محلية ودولية. سيتحول بإذن الله تعالى بعد مدة من الزمن جهة خدمية وجهة ثقافية، حتى يستلهم الزائر الخدمة ويستلهم الموعظة والعبرة والعبرة، كلاهما تكامل بشخصيته وينتقل إلى مستوى تحقيق قدرة على تحقيق الأهداف التي قضى من أجلها الإمام الحسين عليه السلام.
شغلنا هنا بالموكب الثقافي العالمي مدربين نقدم محاضرات عناوينها مختلفة. أنا شغلي أقدم محاضرة عن عنوانها التغيير أو عملية التغيير الكبرى. المحاضرة تتطرق إلى كيفية التغيير ونظريات التغيير، شلون أنا أقدر أغير من نفسي تغيير حقيقي من الداخل إلى الخارج. عندنا هواي من الزوار اللي تفاعلوا ويانا بالمحاضرة وكان تفاعلهم إيجابي. I love this type of setup. It's like a workshop, and then you work with somebody who's specialized to help you out and answer questions. It was really beneficial, and I think we need to have more stuff like this. And I love that the youth are involved, and they were very delightful. They were very happy. They brought me water. They asked me if I needed anything, and it was a beautiful thing. We need more stuff like this, and I want to thank everybody here. For their help. استوقفني على طريق يا حسين طريق الجنة أحد الإخوان الذي يرتدي الزي الكشفي، ولفتني أيضا أنه وجد شارة على كتفه كتب عليها الكفيل أو العتبة العباسية المقدسة. وما أجمل أن يكون الكشاف حاملا لاسم أبي الفضل العباس عليه السلام، عنوان العطاء وعنوان التضحية والإيثار. من الجميل جداً أن نرتدي الزي الكشفي على هذا الطريق لنجسد الهدف الحقيقي والرؤية الأسمى للكشاف، والتي هي تنمية الفرد وتنمية شخصية الإنسان. وما أجمل أيضاً أن نكون على أهبة الاستعداد لاستقبال الزائرين من أجل تنمية مواهبهم وأفكارهم وتوجيه معتقداتهم بشكل يتلائم مع عقيدتنا الحق. عندما مررنا بهذا الموكب المبارك، الموكب الثقافي العالمي، بصراحة نقولها يعني شيء يبشر بخير. وجدنا أجيال من الكشافة، من الأبطال، من الشباب المؤمنين الذين يسرون القلب بعملهم، جزاهم الله خير. ونسعى أن نتواصل معهم ونستنسخ هذه التجربة في باقي المحافظات، في باقي المناطق. مشينا للإمام الحسين، صادفت مخيم مكتوب اترك رسالة للإمام الحسين عليه السلام. فعجبني التنظيم، عجبني الصغار لما قاعد يحاضرون يدربون الكبار، والأكثر من محطة عندكم لغات. أيوة، اللغات عندكم، الفتية وعندكم الأسرة. بدأنا في هذه الفكرة بخيمة ثقافية في بادئ الأمر. كانت خيمة ثقافية تحتوي على بعض اللوحات والمواد الفنية والأعمال اليدوية الدالة على معسكر الحق ومعسكر الباطل، الدالة على تقوية البصيرة والتمييز بين معسكر يزيد اليوم ومعسكر الحسين اليوم. الموقف الثقافي السنة هو بنسخته السادسة. طبعاً هسه هنا ينطرح سؤال، إحنا شنو اللي دفعنا أنه إحنا نستمر يعني هذا العمل؟ في بادئ الأمر عندما كنا نأخذ البيانات من الذين يدخلون هذا الموكب أو هذه الخيمة يتواصلون معنا بعد انتهاء هذا الموكب. منهم من يتفاعل، منهم من يبدي إعجاب كبير ويبدي مشاعر وعواطف جدا عالية، ومنهم من يطلب الانتماء والحضور إلى جمعية كشافة الكفيل، ومنهم من يحاول أن يلتصق بنا ولا يخرج، يعني يستمر ويقول أنا أريد أن أنتمي معكم الآن. فنجد ردود أفعال جدا إيجابية من الشباب. هذا اللي احنا لاحظناه بالنسخة الأولى، إلى أنه احنا من بدينا بهذه المحطات الثقافية لاحظنا أكو تأثر داخل الزائر، داخل الفتية والشباب والأهالي والأسر، ورغبة بالتغيير وتفاعل مع ما نقدم من محاضرات وورش وبرامج. والدليل على ذلك يتواصلون بعد المخيم وبعد الأربعين وبعد الموكب الثقافي العالمي، ويتواصلون معنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. نحن لدينا لجان خاصة بالتواصل وإعداد قاعدة البيانات، يعني يأخذون منهم بياناتهم ويعطوهم وسائل التواصل، ويكون هناك ربط فيما بينهم. وكثير منهم انتمى إلى جمعية كشافة الكفيل ودخل ضمن برامجنا السنوية والفصلية والشهرية، وأصبح فاعلا في السنوات الأخرى، وأصبح من يشرحون في هذه المحطات، وأصبح من القادة الكشفيين. هاي النقطة هي اللي دفعتنا أنه إحنا نستمر في تقديم هذه الفكرة وهذا المشروع اللي هو الموكب الثقافي العالمي، لا بل أنه زيادة وتطوير
لهذا الموكب سنة عن سنة، أنه من نلاحظ أنه كل سنة مجموعة من الملاحظات اللي ممكن تساعد بتطوير هذه الفكرة، ونبدأ نشتغل عليها على مدار سنة كاملة من إعداد وتحضيرات إلى أن يصل إلى شكله النهائي في زيارة الأربعين.